السلام عليكم. ناخذ النظرية الثالثة من نظريات الدوائر الكهربائية واللي هي نورتون ثيورم، أيضا هي باسم عالم. هذه النظرية تعتمد على إيجاد التيار وليس الفولتية، مثل النظرية السابقة كانت إيجاد فولتية، أما هاي النظرية تعتمد على إيجاد التيار المار. تنص هذه النظرية على أنه يمكن إبدال الدائرة الكهربائية أو الشبكة الكهربائية بدائرة نورتون المكافئة، نورتون إكويفالنت سيركت. نورتون إكويفالنت سيركت تتكون من مصدر تيار يسمى آي نورتون مع مقاومة مربوطة معه على التوازي تسمى الآر نورتون. طريقة حل الدائرة الكهربائية وإيجاد دائرة نورتون المكافئة تتم بخطوات. الخطوة الأولى هو إبعاد جزء الدائرة الذي نريد إيجاد دائرة نورتون المكافئة، أو فصل جزء الدائرة الذي نريد إيجاد دائرة نورتون المكافئة له. عندما نفصل الدائرة عن المقاومة، مقاومة الحمل، أكيد راح تبقى الأطراف حرة، فالأطراف الحرة يتم تأشيرها بـ A و B. ثم نقوم بإيجاد مقاومة نورتون للدائرة R نورتون، يتم إيجادها بإلغاء كافة المصادر الموجودة في الدائرة دفعة واحدة. يتم إلغاء المصادر كالآتي: مصدر الفولتية يكون شورت سيركت، ومصدر التيار يكون أوبن سيركت. ثم نجد المقاومة المكافئة والتي تمثل لي مقاومة نورتون. لاحظ إنه طريقة إيجاد R نورتون هي نفس طريقة إيجاد R ثيفنين. إذن R نورتون و R ثيفنين متساويتان بالقيمة دائما. إذا وجدنا R ثيفنين فهي نفسها R نورتون والعكس صحيح. بعد إيجاد دائرة العفو بعد إيجاد مقاومة نورتون، نقوم بإرجاع المصادر التي تم فصلها من الدائرة، نرجع مصادر الفولتية والتيار إلى الدائرة. ثم الخطوة الأخرى نقوم بربط الأطراف A و B بدائرة قصر، نربطها بشورت سيركت. ثم الخطوة الأخرى نقوم بحساب التيار في هذه الدائرة المقصورة. إذا نحسب الآي شورت سيركت بين النقطتين A و B التي تم توصيلها. هذا التيار المحسوب بين النقطتين A و B نسميه الآي نورتون. الخطوة الأخيرة هو أن نرسم دائرة مكافئة متكونة من مصدر تيار مربوط معه مقاومة. مصدر التيار يمثل لي تيار نورتون، والمقاومة المربوطة مع مصدر التيار على التوازي تمثل لي الآر نورتون. يجب ملاحظة أنه عند قياس التيار بين النقطتين A و B، ملاحظة اتجاه سريان التيار، هل التيار يسري من نقطة A إلى B أو من نقطة B إلى A، ولاحظ الاتجاه بوضع السهم، لأنه راح نرجع نرسم الدائرة المكافئة ونرسم مصدر التيار ونضع اتجاه سريان التيار في داخل المصدر. بعد أن نرسم الدائرة المكافئة المتكونة من I نورتون و R نورتون، نرجع مقاومة الحمل ونربطها مع الدائرة. بهالطريقة نكون خلصنا دائرة نورتون المكافئة. يجب ملاحظة أنه دائرة ثيفنين ودائرة نورتون يمكن أن نحول بينها، يعني يمكن تحويل دائرة ثيفنين إلى نورتون، ويمكن تحويل دائرة نورتون إلى ثيفنين باستخدام قوانين أوم.
فإذا لاحظنا هذا الرسم اللي أمامنا راح نشوف أنه عندي دائرة ثيفنين متكونة من مصدر إي ثيفنين ومقاومة ثيفنين. فإذا أريد أحول الدائرة إلى دائرة نورتن باستخدام قانون أوم أطلع قيمة التيار آي نورتن اللي هو عبارة عن إي ثيفنين على آر ثيفنين، أستخرج قيمة التيار، والآر ثيفنين هي نفسها الآر نورتن مثل ما ذكرنا، رأسا أربطها على التوازي مع آي نورتن، فأكون حولت دائرة ثيفنين إلى دائرة نورتن. والعكس أيضا صحيح، من يكون عندي دائرة نورتن موجودة بوجود قيمة آي نورتن وآر نورتن، فممكن أن أحولها إلى دائرة ثيفنين، وذلك بضرب قيمة آي نورتن في الآر نورتن راح أستخرج إي ثيفنين، والآر نورتن نجعلها مساوية للآر ثيفنين لأنه هي أصلا مساوية مثل ما ذكرنا، ولكن فقط نربطها مع الإي ثيفنين على التوالي، وبهذا حولنا دائرة نورتن إلى دائرة ثيفنين. نأخذ المثال، يقول find the Norton equivalent circuit for the network in the shaded area of figure 1. عندنا دائرة بسيطة، مظللي لي الجزء اللي نريد أن نستخرج له دائرة نورتن المكافئة. إذا ما دام ظلل هذا الجزء، إذا إحنا أول شغلة راح نقوم بها هو نفصل الدائرة ونعلم ونأشر الأطراف المفصولة بـ A و B. إذا راح نبعد RL، RL آخر شيء راح نربطها، ورا ما نطلع الإكوفالنت سيركت النورتن راح نربط الـ RL إلى الدائرة. الخطوة الثانية، لاحظوا هاي الخطوة الأولى والثانية، إنه فصلنا الدائرة ونعلم الأطراف بـ A و B. الخطوة الأخرى هي إيجاد مقاومة نورتن. يتم إيجاد مقاومة نورتن بإلغاء المصادر الموجودة. المصدر الموجود هو مصدر فولتية، إذا يتم الإلغاء بجعل مصدر الفولتية شورت سيركت. لاحظوا الجهة اللي ننظر بها للدائرة، دائما ننظر من الجهة المفتوحة، الجهة المعلمة بـ A و B، من ذاك الاتجاه ننظر إلى الدائرة ونشوف المقاومات شلون مربوطة. لاحظوا ورا ما لغينا مصدر الفولتية صار عندي شورت سيركت، أجي أنظر إلى الدائرة راح ألاحظ إنه الـ R2 ويا الـ R1 مربوطة على التوازي. إذن المقاومة المكافئة لـ R1 و R2 راح تطلع 2 أوم، وهي تمثل لي الـ R نورتن. طبعا بنفس الطريقة نجد الـ R ثيفنين، إذا الـ R نورتن تساوي R ثيفنين وتساوي 2 أوم. الخطوة الأخرى نرجع المصدر إلى ما كان عليه، نرجع المصدر اللي قيمته 9 فولت إلى الدائرة، وبعد هالخطوة الأخرى إنه نربط A و B بشورت سيركت، نضع شورت سيركت ما بين النقطتين A و B لنجد التيار المار بين هاتين النقطتين اللي هو يمثل لي الآي نورتن. لاحظوا الدائرة هسه صارت واضحة قدامي، راح نشوف انه الاي والبي من صار بيناتهم شورت سيركت، هذا الشورت سيركت راح يأثر لي مباشرة على المقاومة R2. المقاومة R2 راح تصير بيها شورت سيركت، إذا الشورت سيركت راح يلغي تأثير المقاومة. ليش؟ لأنه مربوط من طرفي المقاومة، أي مقاومة تربط من طرفيها بشورت سيركت راح يلغي تأثيرها. إذا الدائرة راح تكون عبارة عن مصدر قيمته 9 فولت مربوط على التوالي مع مقاومة قيمتها 3 أوم اللي هي R1. الR2 راح تلغي كأنه ما موجودة، راح يحل محلها الشورت سيركت. راح نوجد الآي نورتن بقانون بسيط اللي هو قانون أوم. الآي نورتن راح
يساوي لي الفولتية على المقاومة R1 ويطلع لي 3 أمبير. لاحظوا أنه التيار اللي يمر بالمقاومة R2 يساوي صفر بسبب وجود الشورت سيركت، ولهذا ألغي تأثير المقاومة R2 وأصبحت الدائرة متكونة من مقاومة واحدة اللي هي R1. إذا وجدنا الآي نورتن اللي هو قيمته 3 أوم 3 أمبير. الآن نبدأ برسم الدائرة المكافئة اللي هي الآي نورتن، نسويها كمصدر. لاحظوا اتجاه التيار آي نورتن إلى الأسفل، فلازم يكون اتجاه مصدر التيار عندي إلى الأسفل، السهم متجه إلى الأسفل، مع مقاومة نورتن اللي وجدناها تكون مربوطة على التوازي. وثم نرجع المقاومة RL اللي قمنا فصلها. لاحظوا أمامكم هذه هي الدائرة المكافئة متكونة من الآي نورتن والآر نورتن، وتم إرجاع الآر إل بين الطرفين A و B، وبهذه الطريقة حصلنا على نورتن إكويفالنت سيركت. لنفس المثال السابق، إذا حولنا دائرة نورتن المكافئة اللي قمنا باستخراجها إلى دائرة ثيفنين، يتم التحويل بكل بساطة باستخدام قانون أوم. فحتى نحصل مصدر الفولتية من دائرة نورتن، نضرب التيار في المقاومة 3 في 2 يطلع 6 فولت. هاي 6 فولت تمثل لي الإي ثيفنين. أما المقاومة آر نورتن هي نفسها آر ثيفنين وتساوي 2 أوم. إذا نقوم بربط المقاومة على التوالي مع مصدر الفولتية، وبهالطريقة حصلنا دائرة ثيفنين من دائرة نورتن. النظرية الرابعة هي Maximum Power Transfer Theorem. هذه النظرية تعتمد على نظرية ثيفنين اعتماد كبير. شلون؟ لأنه نص النظرية يقول يتم انتقال أعظم قدرة، طبعا Maximum Power Transfer هي معناها انتقال أعظم قدرة، يتم انتقال أعظم قدرة إلى مقاومة الحمل إذا أصبحت مقاومة الحمل مساوية إلى مقاومة ثيفنين في الدائرة. إذن يجب أن نستخرج مقاومة ثيفنين للدائرة ونساويها بمقاومة الحمل، يلا نقدر نستخرج قانون انتقال أعظم قدرة. لاحظ الدائرة السابقة اللي متكونة من مقاومة ثيفنين ومقاومة الحمل. حتى نستخرج التيار لهذه الدائرة البسيطة، تيار لدائرة متوالية، أكيد التيار يساوي الفولتية على مجموع مقاومات التوالي. مثل ما تشوفون التيار هو الإي ثيفنين على آر ثيفنين زائد آر لود. طبعا آر ثيفنين إي ثيفنين هاي تسميات، إحنا عندنا دائرة بسيطة متوالية، فالتيار يساوي فرق الجهد على المقاومة. هسه أريد أطلع القدرة، قانون القدرة يساوي لي مربع التيار في المقاومة. فنعوض بما يساوي التيار اللي استخرجناه، اللي هو راح يصير إي ثيفنين على آر ثيفنين زائد آر لود تربيع في الآر لود. لاحظوا راح يصير عندي، طبعا أوزع التربيع على القوس، راح يصير عندي حالة أنه حتى أستخرج القدرة العظمى يجب أنه الآر ثيفنين تساوي لي الآر لود. إذن راح أعوض بدل كل آر لود بآر ثيفنين. ورا ما عوضنا عن الآر لود بآر ثيفنين، نبسط القانون، راح يصير آر ثيفنين زاد آر ثيفنين راح يصير 2 آر ثيفنين. نرجع قانون القدرة، فراح كل آر لود راح يتعوض عنها بآر ثيفنين. فبعد التبسيط راح نحصل على القدرة العظمى اللي هي P لود ماكس
تساوي E ثيفنين تربيع على 4 R ثيفنين. إذا كانت عندي دائرة نورتن أيضا R لود لازم تكون مساوية إلى R نورتن، وأحصل على القانون قانون القدرة العظمى يساوي I نورتن تربيع في R نورتن على 4. إذا قانون القدرة الماكسيموم باور ترانسفير أحصل منه علي بطريقتين، أما من دائرة ثيفنين أو من دائرة نورتن. لاحظوا هذا المثال اللي أمامنا، دائرة متكونة من مصدر تيار ومصدر فولتية، أريد أطلع الماكسيموم باور على المقاومة الواصلة إلى المقاومة R load. إذا كل ما يكون عندي ماكسيمم باور ترانسفير لازم أستخدم دائرة ثيفنين المكافئة أو دائرة نورتن المكافئة حسب السؤال اللي عندي. فأول شغلة راح أفصل الآر لود عن باقي الدائرة وأستخرج للباقي الدائرة دائرة ثيفنين المكافئة. طبعا عندي مصدرين حتى اطلع الار ثيفنين، عندي مصدرين اقوم بالغائهم دفعه واحده، فمصدر التيار راح يصير اوبن سيركت، مصدر الفولتيه راح يكون شورت سيركت. لاحظوا ربط المقاومات، طبعا نباوع المقاومات من الطرف المفتوح اللي رفعت من عنده مقاومه الحمل. راح نشوف انه ار 1 ار 2 ار 3 مربوطه على التوالي، كل سهولة أستخرج مقاومة ثيفنين اللي هي راح تساوي لي R load. بعد ما استخرجنا الـ R ثيفنين نرجع المصادر إلى وضعها. نلاحظ عندي مصدرين، الـ I مصدر التيار ومصدر الفولتية. طبعا احنا من نرجع المصادر مع إبقاء مقاومة الحمل مفصولة. نلاحظ انه التيار راح يسري بالمقاومة R2 في لوب مغلق وما راح يدخل للمقاومتين R1 و R3 لسبب كون الأطراف open مثل ما ذكرنا بالopen circuit والshort circuit. إذا ال R1 وال R3 ما راح يدخل بها أي تيار لأنه أطرافها مفتوحة. ففولتية الار 1 راح تساوي لي صفر حسب التيار في المقاومة، صفر في ثلاثة صفر، كذلك الفولتية V3 تساوي لي صفر، التيار صفر في المقاومة 2 يساوي لي صفر. إذن ال V2 بهالحالة راح تساوي لي التيار في المقاومة R2 ستة في عشرة، راح نحصل 60 فولت. لاحظ لو كانت الدائرة فقط متكونة من مصدر واحد اللي هو تيار كان استخرجنا الـ V2، وكان الـ E ثيفنين سوالي الـ V2 لأنه ما عندي أي شيء أي مصدر ثاني. لكن هاي الدائرة تحوي على مصدر فولتية قيمة 68 فولت، راح يأثر تأثير كبير على الدائرة. صح الدائرة مفتوحة الأطراف و V1 صفر و V3 صفر، ولكن عندي مصدر فولتية هذا قيمته ثابتة، ما يصير أني أهملها بالدائرة، راح تدخل عندي بالحساب. ولهذا حتى أطلع قيمة الـ E ثيفنين لازم نطبق كيرشوف فولتج لو وأسوي لوب مغلق متكون من الـ V2 الـ V1 الـ E1 الـ E ثيفنين والـ V3. بس احنا الـ V1 والـ V3 قلنا تساوي صفر، فما راح ندخلها بالحساب، حتى لو دخلت فقيمتها صفر ما راح تأثر بالمعادلة مالي. إذا اللوب مالي راح يتكون من V2 و E1 و E7 فقط. عندي قيمة الـ V2 والـ E1 معلومات والـ E7 مجهولة، إذا باستخدام كيرشوف فولتج لو باتجاه عقرب الساعة راح ينتج لي المعادلة التالية.
المجموع الجبري لفولتيات دائرة مغلقة باتجاه عقرب الساعة يساوي لي صفر. راح نطبق هذه القاعدة على الدائرة اللي عندي. مثل ما قلنا راح نهمل الـ V1 وراح نهمل الـ V3. الـ V2 قيمتها 6 × 10 60 فولت. إذا راح نبدي نتحرك باتجاه عقرب الساعة، ناقص V2 ناقص E1 زائد E ثفنن يساوي صفر. لاحظوا الـ E ثفنن إشارتها منين جتي؟ ناقص زائد. الناقص بما أنه هي متصلة بالقطب السالب فأخذت إشارة القطب السالب للـ E1، ولهذا القطب الآخر راح يكون موجب. نبسط المعادلة وراح نحصل على الـ E ثفنن اللي قيمتها 128 فولت بتطبيق الباور، قانون الباور ماكسيمم باور ترانسفير. راح ينتج لي E تربيع ثفنن على 4 R ثفنن، الناتج 273.7% واط. النظرية الخامسة هي ميلمانز ثيوريم. يتم استخدام هذه النظرية عند وجود عدة مصادر للفولتية مربوطة مع بعضها على التوازي، many sources in parallel. فيتم تحويل هذه المصادر المربوطة على التوازي إلى مصدر واحد باستخدام عدة خطوات. الخطوة الأولى اللي راح نسويها إنه كل مصدر للفولتية يتم تحويله إلى مصدر للتيار، مع الأخذ بنظر الاعتبار المقاومة اللي مربوطة مع المصدر على التوالي. إذن المصدر E1 مربوطة مع R1، المصدر E2 مربوطة مع R2، المصدر E3 مربوطة مع R3. يتم تحويل المصدر E1 إلى مصدر للتيار، والمقاومة R1 تربط مع مصدر التيار على التوازي، وكذلك E2 يتم تحويله إلى مصدر للتيار، والمقاومة R2 يتم تحويلها على التوازي مع مصدر التيار، وكذلك E3 يتم تحويله إلى مصدر تيار، وربط المقاومة R3 على التوازي مع مصدر التيار. ثم يتم جمع المصادر المتحولة، جمع مصادر التيار جمع جبري مع الأخذ بنظر الاعتبار اتجاه التيار. جمع مصادر التيار مثل ما نعرف أنه مصادر التيار تجمع على التوازي، تجمع وتطرح على التوازي، أما مصادر الفولتية مستحيل أن تجمع على التوازي، فقط تجمع على التوالي، يتم تبسيطها على التوالي. ولهذا هذا الغرض من هذه النظرية، أنه مصادر الفولتية الموجودة على التوازي نحولها كمصدر، نحولها ونختصرها بمصدر واحد، بس الطريقة أنه لازم نحولها إلى مصادر تيار ونجمعها جمع جبري، ومن ثم إعادة مصدر الفولتية، نرجع مصدر التيار إلى مصدر فولتية. فهنا من حولنا مصادر الفولتية إلى مصادر تيار، نجمع مصادر التيار على التوازي. قلنا ناخذ الاتجاه بنظر الاعتبار، والمقاومات أيضا راح تتحول إلى مقاومات مربوطة، بعد أن كانت مربوطة على التوالي راح تتحول إلى مقاومات مربوطة على التوازي. أيضا نستخرج الإكويفالنت ريزيستنس إلها، راح يتكون عندي بالنهاية مصدر واحد للتيار ومقاومة واحدة مكافئة. هذا مصدر التيار وهذه المقاومة باستخدام قانون أوم نحول مصدر التيار إلى مصدر فولتية. راح نرجع الدائرة الأصلية اللي كانت بالأصل متكونة من مصدر للفولتية. نلاحظ الخطوات المتسلسلة. نلاحظ الخطوة الأولى convert all voltage source to current source، حولنا ونشوف الاتجاه، اتجاه التيار إلى الأعلى. إذن القطب لأنه كان عندي القطب الموجب إلى الأعلى، فأكيد التيار ينبع من القطب الموجب، فيكون اتجاه الأسهم إلى الأعلى. طبعا اتجاه الأسهم جدا مهم، اتجاه التيار
بنفس اتجاه قطبية المصدر. أيضا ورما نحول الفولتية إلى تيار، راح المقاومة طبعا تأخذ نفس القيمة على التوازي، بس هنا احنا أخذنا مقلوب المقاومة، أخذنا 1 على R1، 1 على R2، 1 على R3 اللي هي G1 G2 G3. الغرض منها أنه بس مجرد حتى بالقانون تبسيط للقانون لا أكثر ولا أقل، حتى من نجمعها على التوازي تجمع G1 زائد G2 زائد G3، يعني نجمع المقاومات على التوازي. مثل ما نعرف أنه المقاومات على التوازي تجمع كمقلوب، فبدل ما نقول 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3، حولناها من البداية إلى G1 وG2 وG3، فراح نجمعهم. إذن راح نجمع المقاومات على التوازي حتى نطلع المقاومة المكافئة، والخطوة الأخرى نجمع التيارات حسب اتجاهها، ويتم تأشير اتجاه التيار باتجاه التيار الأعلى. لاحظوا بالخطوة الثانية راح نطلع التيار الكلي ونطلع الار توتال، المقاومة المكافئة للمقاومات لمجموع المقاومات المربوطة على التوازي. راح يتحول عدد من المصادر إلى مصدر واحد، وعدد من المقاومات إلى مقاومة مكافئة واحدة. إذن هسه تحولت الدائرة إلى مصدر تيار مع مقاومة. الخطوة الأخرى راح نرجع مصدر الفولتية مع المقاومة اللي مربوطة على التوازي، نرجعها تربط مع المصدر على التوالي. طبعا للحصول على الفولتية أيضا باستخدام قانون أوم، أما التيار على جي تي، جي تي هو مقلوب المقاومات، أو نقلب المقاومة نرجع الار توتال والفولتية يساوي لي التيار في المقاومة الكلية، وترجع الار إكويفالنت تربط على التوالي مع مصدر الفولتية. هذه الطريقة تعتبر أسهل طريقة وأسهل نظرية لتحويل المصادر. هاي أنا أعتبرها من أبسط النظريات الموجودة. طبعا أكو نقدر نختصر هاي الخطوات كلها بقانون واحد، ممكن أن نختصر هذه الخطوات كلها بقانون واحد، E equivalent يساوي I total على GT. طبعا الجي تي هي التوتال كوندكتورز، اي توتال على جي تي يساوي ماينس بلس اي 1 ماينس بلس اي 2 ماينس بلس اي 3 وهكذا، ايش قد ما عندنا تيارات على جي 1 زائد جي 2 زائد جي 3 زائد الى ما لا نهايه. لاحظوا الماينس بلس ايش تعني لي؟ تعني لي اتجاه التيار. إذا كان سهم المصدر يشير إلى الأعلى فأنطي إشارة بلس، إذا كان سهم التيار يشير إلى الأسفل أنطي ماينس. طبعا الإشارات جدا مهمة لأن راح تأثر على القيمة المستخرجة. أو ممكن أبسط القانون إلى القانون الآخر اللي هو الـ E equivalent يساوي، لاحظوا هو كل I1 هو بالحقيقة شنو؟ جاي من E1 في الـ G1، يعني لو نرجع على أصل الدائرة هي عبارة عن مصدر الفولتية، فإحنا بس مجرد نضرب قيمة المصدر في G1 أو نقسم قيمة المصدر على الـ R1 راح نستخرج الـ I1. فهو اختصار هذيك الخطوات كلها اللي قلناها الثلاثة نقدر نختصرها بهذا القانون. بس شنو أهم شغلة ننتبه على القطبية، يعني إذا كان القطب الموجب إلى الأعلى لازم نعطي إشارة بلس، إذا كان القطب السالب إلى الأعلى نعطي إشارة ماينس وهكذا. فالقانون النهائي الـ E equivalent هو اختصار لـ الأربع أو ثلاث خطوات اللي شرحناها سابقاً.
نلاحظ شغلة مهمة أيضا، إنه هاي النظرية تستخدم فقط من يكون عندي عدة مصادر مربوطة على التوازي، ومن نستخدمها قلنا أهم شغلة ننتبه على الإشارات الموجودة البلس والماينس. الار اكويفالنت هي بالحقيقة شنو؟ هي واحد على جي توتال، مجموع واحد على التوتال كوندكتنس، هي تمثل لي واحد على جي 1 زائد جي 2 زائد جي 3 زائد إلى جي ان. إذا أردنا نفس القانون بدلالة المقاومات، يعني بدون ما نحول كوندكتنس، بدون ما نحول مصدر تيار، القانون النهائي للتحويل هو هذا رقم 4. بس أنا أخاف أنه تغلطون بالإشارات، أفضل تسلسلون خطوات أفضل. الـ E equivalent يساوي E1 على R1، طبعا minus plus، minus plus E2 على R2، minus plus E3 على R3، minus plus EN على RN. إيش قد ما يكون عندنا مقاومات ومصادر، على 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3 زائد 1 على RN. لاحظوا الواحد على R هو الجي، والإي على R هو الآي. هو القانون هذا مختصر للطرق اللي ذكرناها كلها. الR total أو الR equivalent يمكن أن نستخرجها بطريقتين. الطريقة الأولى هي المقلوب، واحد على واحد على R1 زائد واحد على R2 زائد واحد على R3، أو القانون التوازي R1 R2 R3 على R1 R2 زائد R1 R3 زائد R2 R3. نأخذ المثال اللي أمامنا. Using Millman's theorem, find the current through and voltage across the resistor RL. هذا الشكل الأمامنا يريد نوجد الـ I load والـ V load. طبعا مستحيل نقدر نحله لوجود مصادر الفولتية على التوازي، فباستخدام الميلمان ثيوريم نحول كل المصادر من فولتية إلى تيار حتى نقدر نجمعها جمع جبري، ثم نرجعها ونسويها مصدر فولتية. نلاحظ اتجاه الأقطاب في المصادر، عندي أقطاب العشرة فولت والثمانية فولت بنفس الاتجاه، والستعش فولت عكسهم بالاتجاه، فهاي ننتبه عليها من نحول إلى مصدر للتيار، أو ننتبه عليها إذا استخدمنا القانون المختصر. ننطي إشارة موجبة للعشرة فولت وللثمانية فولت، وإشارة سالبة للناقص 16 فولت. لاحظوا اختصرنا القانون، أخذنا القانون المختصر. الـ E equivalent هو زائد E1 على R1 ناقص، لأنه ناقص لأنه القطب السالب إلى الأعلى، ناقص E2 على R2 زائد E3 على R3 على 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3. نجي نعوض مباشرة بالقيم. طبعا الواحد على خمسة أوم، واحد على أربعة أوم، لاحظوا مقلوب الأوم هو وحدة سيمنز مثل ما تعرفون. إذن ورا ما نطلع الـ E equivalent اللي هي طلعت 2.1 فولت، نطلع الـ R equivalent حسب القانون راح يطلع 1.53 بالألف أوم. نجي الخطوة الأخرى، نرسم الدائرة المكافئة اللي هي متكونة من الـ E equivalent والـ R equivalent، ونرجع الـ R load وياهم على التوالي. هسه نقدر نطلع الـ I load والـ V load بكل سهولة. صار عندي مصدر واحد للفولتية مع مقاومة واحدة مربوطة مع المصدر على التوالي، ومربوط أيضا مع الـ R load على التوالي. باستخدام قانون أوم
عندي مقاومتين على التوالي، أطلع القيمة المكافئة إلهم وأقسم الفولتية على المقاومة وأستخرج التيار. من استخرجت التيار بالدائرة يعتبر هو تيار كلي، ويعتبر تيار يدخل كل مقاومة من المقاومات. إذن أقدر أستخرج فولتية الحمل V-load بضرب قيمة I-load في R-load، مثل ما تشوفون 0.5 في 3 راح يطلع 1.5 فولت. النظرية السادسة Substitution Theorem. طبعا هاي النظرية شوية تعتمد على التخيل في خطوة من خطواتها. تنص هذه النظرية على أنه يمكننا أن نعوض عن التيار في فرع من فروع الدائرة والفولتية في هذا الفرع. يمكننا أن نعوض عن التيار والفولتية في أي فرع من فروع الدائرة بمصدر للتيار أو مصدر للفولتية أو مصدر للفولتية على توالي مع مقاومة أو مصدر للتيار على التوازي مع المقاومة. راح ناخذ مباشرة مثال ونشرح عليه. شوفوا هذه الدائرة اللي أمامكم، دائرة متوالية، فولتية 30 فولت، المقاومة 6 أوم، والمقاومة R2 4 أوم. نريد نستخرج الفولتية والتيار في الفرع AB. احنا نريد نستخرج التيار والفولتية بالفرع AB، وبعدين نطبق عليها Substitution Theorem. طبعا أول شغلة دائرة بسيطة جدا متوالية، بكل سهولة نستخرج التيار والفولتية في الفرع المؤشر بA وB. نستخرج المقاومة الكلية المكافئة اللي هي 6 زائد 4 10 أوم. الخطوة الأخرى استخراج التيار الكلي بقسمة الفولتية الكلية على المقاومة الكلية، راح نحصل 3 أمبير، وهذا التيار الكلي هو نفس التيار اللي يفوت بالبرانش AB. الخطوة اللي وراها نحصل الفولتية بالبرانش AB، هو حاصل ضرب تيار AB في المقاومة R2 راح يطلع لي 12 فولت. إذن هسه حصلنا 3 أمبير التيار اللي مار بالفرع، و 12 فولت الفولتية المسلطة على هذا الفرع. هسه هاي الثلاثة وهاي الاثناعش هي اللي راح نحولها إلى مصدر تيار ومصدر فولتية ومصدر فولتية على التوالي مع مقاومة ومصدر تيار على التوازي مع المقاومة. لتحويل الاثناعش فولت مع الثلاثة أمبير إلى مصدر فولتية، فبكل سهولة أجي أرسم مصدر فولتية قيمته 12 فولت ويسري بي تيار قيمته 3 أمبير. وأسهل بعد من أحول إلى مصدر تيار، أكتب عليه 3 أمبير وألاحظ الاتجاه مع تسليط 12 فولت على القطبين الموجب والسالب. إذن خلصنا من فرعين رسمناهم. عندي بس الفرعين الأخيرة اللي هي أحول 12 فولت والثلاثة أمبير إلى مصدر فولتية مع مقاومة على التوالي ومصدر تيار مع مقاومة على التوازي. هاي يراد لها بس تفكير، بس تفكير مو يعني فتشي بسيط. هسه نجي على الرسم الثالث. أنا بالحقيقة عندي 12 فولت، لازم أجزئ هاي 12 فولت إلى جزئين، جزء يروح على مصدر وجزء يروح على مقاومة. فأني عندي 12 فولت، فإذا قسمتها بالنص هاي ال 12 راح يبقى، راح يصير عندي 6 أخليها على مصدر فولتية والستة الأخرى أخليها على المقاومة. بقى شلون أختار قيمة المقاومة؟ بما أنه أني محددة بتيار محدد اللي هو 3 أمبير، وأني بقالي من ال 12 فولت 6، إذن
المقاومة ايش راح تكون قيمتها؟ المقاومة 6 فولت على 3 امبير، اذا المقاومة طلعت قيمتها 2. طبعا انا مو شرط اقسم الفولتية مالي بالنص، انا اختاريت هاي ان اقسمها بالنص واخلي 6 ب2. ممكن ان تختاروها اي قيمة اخرى، يعني يجوز تختاروها 10 ب2، تختاروها 8 ب4، فاحنا حسب ما احنا نختار. بهالحالة اللي عندنا اختاريت 6، سويتها 6 ب6 حتى اطلع اعداد صحيحة. اذا الرسم الثالث طلع لي 6 فولت مصدر مع قيمة مقاومة 2 اوم. الرسم الاخير اللي هو عبارة عن مصدر تيار مع مقاومة على التوازي، شلون راح اختار قيمة المقاومة وقيمة مصدر التيار؟ اسهل طريقة هي انه هذا الثلاثة امبير اجزئه الى 1 زائد، يعني اذا كان عندي 5 اقول 1 زائد 4، اذا كان عندي التيار 9 اقول 1 زائد 8، فهذا 1 هو راح يمثل لي قيمة التيار اللي يدخل بالمقاومة. اذا بكل سهولة احصل قيمة المقاومة بقسمة الفولتية على نفس، اختار قيمة مقاومة تكون نفس قيمة الفولتية حتى احصل على هذا 1. يعني انا عندي 12 فولت، اذا اختار المقاومة 12 اوم، فراح احصل على تيار مقداره 1 امبير. ايش قد بقى من الثلاثة؟ هنا لاحظوا دا نطبق قانون كرشوف للتيار، من التيار ينقسم. ايش قد بقى من الثلاثة امبير؟ اخذنا 1، راح يبقى 2 امبير، راح ارسمه كمصدر للتيار. فالشغلة جدا بسيطة بس يراد لها تفكير، وتعتبر من النظريات السهلة ايضا، هي والملمان اعتبرها من النظريات البسيطة جدا. النظرية الاخيرة هي reciprocity theorem. طبعا هاي النظرية هي انه يتم تبديل مصدر مع فرع تيار. تنص النظرية على انه عند قياس تيار في فرع من فروع الدائرة، بشرط انه هذه الدائرة تحتوي على مصدر منفرد للفولتية، فنقيس التيار في فرع من فروع الدائرة، ومن ثم نقوم بابدال موقع مصدر الجهد محل الفرع الذي تم قياس التيار فيه، ونقوم بقياس التيار بمكان اللي رفعنا من عنده مصدر الفولتية. لو وجدنا انه التيار في كلا الحالتين متطابق بالقيمة، فهنا معنى الريسبروسيتي ثيوريم، او ان الريسبروسيتي تحققت. الريسبروسيتي ثيوريم تحققت، تطابق قياس التيار بالحالتين، بشرط انه من نبدل موقع مصدر الفولتية مع موقع التيار ننتبه على اتجاه مصدر الفولتية، حيث يتم عمل تسحيف شيفتينج لمصدر الفولتية وليس رفع المصدر وإبداله. يعني ننتبه على الاتجاه، اتجاه المصدر في الدائرة الأولى A، لاحظوا القطب الموجب إلى الأعلى والقطب السالب إلى الأسفل، فمن نسوي له شيفتينج على محيط الدائرة حتى نوصل للاتجاه الثاني مثل ما تشوفون بالرسم B، من سوينا له شيفتينج مو رفعناه وخلينا، لا شفتناه على محيط الدائرة، يعني من A إلى B، بعدين شفتناه من B إلى D، ومن ثم رفعناه من D إلى C، المصدر أقصد. وكذلك فرع التيار، من شفتناه وديناه وكان مصدر الفولتية حتى نقيسه مرة ثانية، شفتناه، لاحظوا اتجاهه شلون ظل محافظ على اتجاهه، احنا مو نشيل الفرع ونخليه بمحل، لا تشفيت نسوي حتى نبقى محافظين على اتجاه التيار، ونبقى محافظين على قطبية الفولتية. هاي العملية بالحالة الأولى اللي هي A قسنا التيار، وبالحالة الثانية اللي هي B قسنا التيار، المفروض حسب نظرية الريسبروسيتي انه هسه التيارات متطابقة
حتى تتحقق هاي النظرية. وهسه راح نشوفها أوضح بالمثال التالي. نأخذ المثال التالي: Apply reciprocity theorem. Find the current I due to source E for the circuit of figure 5. Is the reciprocity theorem satisfied? نلاحظ دا يسألنا هل تتحقق هذه النظرية إذا طبقناها على هاي الدائرة؟ فإحنا إيش راح نسوي بالبداية؟ راح نستخرج التيار المؤشر باللون الأزرق في هذا الفرع، وراح نأشر ونطلع قيمته، ومن ثم نبدل محل هذا التيار، نوديه مكان المصدر ونجيب المصدر بهالمكان هذا. الحالة الأولى، الخطوة الأولى، إنه نجد قيمة الآي. لاحظوا عندي دائرة مختلطة الربط، من نطلع التيار لازم قبلها أطلع المقاومة المكافئة حتى أطلع التيار الكلي، وبعدين أقدر أطلع التيار الفرعي اللي قيمته I باستخدام current divider rule. لاحظوا عندي المقاومة R4 وR3 مربوطة على التوالي. احنا قلنا دائما من نطلع قيم المقاومات المكافئة نباوع من الجهة الطرف البعيد عن المصدر، ما نجي ناخذ الجهة القريبة عن المصدر، نبدي نبسط المقاومات من الجهة البعيدة عن المصدر. فلاحظ R3 والR4 على التوالي، مجموعهم راح يكون على التوازي مع R2، ومجموعهم يعني المكافئة لهم راح تكون على التوالي مع R1. مثل ما تشوفون R3 زائد R4 على التوازي مع R2، وقيمتهم كلهم تنجمع ويا R1 تطلع قيمة المقاومة المكافئة الكلية 15 أوم. قيمة التيار الكلي يمر بالدائرة الآي سورس هو قيمة الفولتية 45 على 15 3 أمبير. أما حتى نطلع الآي الفرعي المؤشر باللون الأزرق، أما بالكرنت ديفايدر رول أو كون المقاومتين متشابهات اثنينهم 6 أوم، فأكيد التيار راح ينقسم بيناتهم بالتساوي. فهنا أخذنا 3 تقسيم 2 يساوي 1.5. أو نطبق قانون الكرنت ديفايدر رول يطلع لي نفس النتيجة. إذن التيار طلعت قيمته 1.5. الخطوة الأخرى نقوم بإبدال الفرع اللي طلعنا به التيار، نخليه مكان المصدر، ونجيب المصدر نخليه بمكان الفرع. مثل ما قلنا نسوي شيفتينج للمصدر واتجاه التيار ننتبه عليه. لاحظوا هنا قمنا بالإبدال المصدر، ورا ما سوينا له شيفتينج صار القطب الموجب إلى الأسفل، والتيار المؤشر بالأزرق من سوينا له شيفتينج وديناه مكان مصدر الفولتية صار اتجاهه إلى الأعلى. هسه الخطوة الأخرى بالريسبروسيتي ثيورم إنه نقيس أيضا قيمة التيار I. إذا طلعت قيمة التيار I مشابهة لقيمة الآي اللي طلعناها قبل شوية، نقول اتحققت عندي نظرية الريسبروسيتي. إذا طلعت ما متساوية قيمة التيارات، فنقول ما تحققت عندي. أما reciprocity theorem satisfied or not satisfied، فهسا نطلع قيمة التيار I. لاحظوا هسا الدائرة اختلف ربطها. أيضا حتى نطلع التيار الكلي راح ننظر من الطرف البعيد، راح نشوف R1 ويا R2 صارت على التوازي. على التوازي راح تنجمع ورا ما تطلع القيمة مالتهم، ينجمعون ويا R3 وR4، لأن R3 وR4 على التوالي راح يكونون. طلعت قيمة المقاومة الكلية 10 أوم. استخرج الآي سورس التيار الكلي للمصدر 4.5، وأطبق. شوفوا هنا ما صار عندي مقاومتين متشابهة، فطبقنا الكرنت ديفايدر رول. قبل شوية كنا مخيرين، أما نقسم التيار على 2 لأن مقاومتين متشابهات نفس القيمة 6 أوم. هسه لا، عندي 6 أوم ب12 أوم، فأطبق الكرنت ديفايدر رول.
اللي يقول أني أريد أطلع التيار مثل ما تشوفون I اللي هو مؤشر باللون الأزرق، يساوي لي التيار الكلي الـ I source في المقاومة المقابلة اللي هي 6 أوم على مجموع مقاومتي الفرعين المتوازيين 12 زائد 6، راح تطلع قيمة التيار 1.5 أمبير اللي هي نفس قيمة التيار اللي قبل شوية قبل لما نبدل المصدر بالفرع، أيضا طلعت قيمته 1.5. إذا نقول يس، reciprocity theorem satisfied. وبهذا الدرس خلصنا 7 نظريات.